بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم كل خير، وحياكم الله معنا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الجلسة في أسبوع جديد وبعد نهاية الموسم الرياضي السعودي بنهاية مباريات أو مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين بالأمس والتي توج بها الفريق الأهلاوي. نبارك للفريق الأهلاوي إدارة وجماهير ولاعبين هذا الإنجاز الجديد الذي يسجل للفرقة الخضراء الفريق الأهلي، وهارد لك للفريق النصراوي الذي قدم مع الفريق الأهلي مباراة رائعة من خلال تشريف خادم الحرمين الشريفين لهذا النهائي الكبير. مرة أخرى نبارك لجماهير الأهلي إدارة ولاعبين جمعهم الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم مميز للفريق الأهلاوي من خلال تحقيق النتائج وأيضا الانسجام والاستقرار الإداري في الفريق الأهلاوي. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، في هذه الحلقة هي الختامية لبرنامج الجلسة في هذا الموسم. سنستعرض معكم أهم الأحداث نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسنتحدث فيه مع ضيوفنا، وسنتحدث أيضا في المحور الآخر إن شاء الله عن أبرز أحداث هذا الموسم الرياضي. نرحب في البداية بضيوفنا المهندس طارق التويجري، حياك الله ابو صالح. اهلا وسهلا اخوي، الله يحييك ويسهلا، وحقيقه ارحب فيك والساده المشاهدين، واتمنى ان نقدم حلقه جميله ان شاء الله باذن الله. الله يحييك ابو صالح. ايضا نرحب بضيفنا الاخر الاعلامي الرياضي عبد الرحمن الفلاج، حياك الله ابو خالد. يا هلا بك، حييك ويحيي حي الساده المشاهدين وحي الزملاء، حياك الله. وان شاء الله تكون حلقه يعني مسك الختام باذن الله، تكون فرايحيه ان شاء الله، لانك عايش كانك في حزن كذا. لا لا الله يجيب الله يجيب الحزن، بالعكس ليش حزن؟ الله يديم الفرح. لا بالعكس الافراح ان شاء الله موجوده على دائما على طول ان شاء الله. ان شاء الله. رحب ايضا بالاعلامي الرياضي صديقنا الدائم في برنامج الجلسه الكابتن صالح الطريق، حياك الله ابو ابراهيم. اهلا وسهلا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ايضا تحيه موصوله الى الزملاء في طاقم الاعداد عبد العزيز الناجي وناصر المرشد وعبد الرحمن الناصر واداره الدفه الفنيه للمخرج نايف الشليل. بمشيئه الله ساعه ونصف قادمه حديثنا سيكون رياضي إن شاء الله فيما ذكرنا من محاور. ضيفنا الرابع من مشيئة الله سيكون متواجد الإعلامي الرياضي صالح الحمادي في حال وصوله، اليوم تأخر علينا ونقول إن شاء الله المانع خير، في حال وصوله إن شاء الله سيتواجد معنا في هذه الجلسة. نشوف المحاور، نذكركم مرة أخرى بمحاور هذه الحلقة. في محورنا الأول الأهلي بطل لكأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2016، المحور الثاني أبرز أحداث موسم 2015-2016. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة مثل ما ذكرنا سنتحدث في البداية عن ختام الموسم الرياضي بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين واللي شرف خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وبتشريفه تميز هذا النهائي وازداد ألقا وجمالا بحضوره وبحضور أيضا الجماهير السعودية، وأيضا الأداء المميز اللي قدمه الفريقين في هذا النهائي، وكانت النتيجة لصالح الفريق الأهلاوي. نبارك مرة أخرى للفريق الأهلاوي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، نقول هارد لك للفريق النصراوي فيما قدمه في هذه المباراة. الكثير من الأمور إن شاء الله سنتناولها في هذه الحلقة، ستكون دردشة ختامية لموسم رياضي كان مولع وفيه الكثير من الأحداث الرياضية. أبدأ مع المهندس طارق التويجري. أبو صالح خلينا نبدأ عن هذا النهائي، تشريف خادم الحرمين لهذا النهائي وأداء الفريقين في هذا النهائي، انتصار الأهلي، دور الإدارة الأهلوية في المحافظة على كأس خادم الحرمين الشريفين، جمع الدوري بالكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية. طبعا أول شيء يعني نقول يعني نهني النادي الأهلي حقيقة على هذا الإنجاز الكبير المنتظر وبشغف كبير من محبي الأهلي منذ تقريبا 33 سنة أعتقد، والأهلي يحاول مرارا وتكرارا ولم يكل ولم يمل حقيقة في قضية أنه يصل ويحقق طموح طموحه الأكبر في نيل الدوري. تعرف الدوري الآن يعني في كل يعني في كل العالم، حال العالم يعتبر هو الأهم والمقياس الأكبر حقيقة، والمنال الأكبر اللي يطمح له الكثير. فيمكن هذا بالنسبة للأهلي الأهم، والدليل أنه فرحة الأهلاويين أمس لا تقارن فرحة نيل بطولة الدوري بكل صراحة. طبعا
بصرف النظر عن قضية تتابع البطولتين، لكن أكيد أنه الجمع بين البطولتين يعني تعطي إشارة أنه فعلا النادي الأهلي يستحق أن يكون هو فريق هذا الموسم. لا، موسم يعني مميز للفريق. ما في شك، احنا لا احنا 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 شوف ترى في قاعدة في كرة القدم، ما هو بالضرورة أن النتائج يعني تنعكس 100% على ما تؤدي في الموسم. ممكن تكون مميز في الموسم ولكن يعني يكون هناك أخطاء بسيطة، زي ما يكون في أخطاء مصاحبة لفريق آخر منافس، وبالتالي في الأخير الكرة فيها كثير من العوامل الأخرى من ضمنها التوفيق. الأهلي قدم في المواسم الماضية منافسة شرسة ومنافسة كبيرة، ولكن لم يستطع أن يحقق الدوري. احنا ما نقول أنه والله الأهلي أول مرة يقدم موسم مميز، لا، هو قدم مواسم مميزة من ناحية العمل ومن ناحية موسمين من موسم من أربعة مواسم هو تقريبا يشتغل، وكان قريب جدا في المنافسة. لكن على كل حال شوفوا، يعني احنا إذا بنتكلم عن الإيجابيات يجب أن نتكلم أيضا عن السلبيات. الإيجابيات يمكن تقريبا في اللي عملت في الأهلي هو الأضلاع الثلاثة، اللي هي الاستقرار الإداري، الاستقرار الفني، استقرار اللاعبين. هذا الأمر ملاحظ بكل صراحة. ثلاثة أضلاع هذه اكتملت في الأهلي، لم تكن فيها أي شيء من خلل. وبالتالي لما وكان الأهلي حقيقة قاب قوسين أو أدنى أنه يقيل السيد جروس، يعني حقيقة، ولكن في الأخير تدارك هذه المشكلة، وبالتالي عزز الثقة في جروس. وأنا أقولها بكل صراحة، من أهم أبطال وسمات البطولة هو المدرب الفني القدير الكبير جروس. الأمر الثاني في قضية الاستقرار الإداري واللمة الإدارية الأهلاوية، يعني هذا أمر ملاحظ على قلب واحد. يمكن المؤشر الأهم، يعني تواجد الأمير خالد عبد الله، هذا طبيعي مع كل الإدارات، لكن المؤشر الأهم هو تواجد حقيقة الأمير خالد فهد بن خالد في المحفل، ومشاركته في كثير من التمارين، تواجده مع الزويري بشكل مستمر. أيضا دخول ساطار كيال في العمل الإداري كان امر مهم جدا، تتكامل العمل الاداري. الاستقرار الفني، لما اتكلم عن استقرار فني اتكلم انه اربعه اجانب، اول ما ابدا اللاعبين الاجانب، اربعه اجانب استفاد منهم الاهلي. اللاعب اللي ما عنده اصابه فنيه من اللاعبين الاجانب يلعب، معناته هو عنده كفاءه. صحيح. لا عبد الشافي، لا شو اسمه السومة ولا ندفع ولا شو اسمه ولا ماركينهم. حقيقة اللاعبين كلهم فعلا، يعني خلي أقول لك أنهم هم في الأخير أعطوا الأهلي يعني كلاعب يسمون لاعبين محترفين فعلا. وخاصة أنا سميته أمس اللاعب الخارق حقيقة السومة. السومة أبو عبد الله اللاعب. تفضل أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. سمعنا خير أبو عبد الله. بس والله لكن شهر معانا محمد العرفج في لقاء هذا مسجل. اي كويس، مسجل ومرتب من فتره، يعني من اسبوعين او ثلاثه. رحب بالاعلام الرياضي الكبير والقدير كما هم ضيوفنا دائما في برنامج. انا حجزت لك مكانك هذا، بس عاد انت اخذت ولزموني. صالح الحمادي، ابو عبد الله، جزاك الله خير. السلام عليكم. جزاك الله خير جميعا، والتحيه لكافه مشاهدي القنوات الرياضيه السعوديه الى مكانه. الله يحييك. سعداء بالتواجد من جديد في بيتنا الاول. الله يحييك. تفضل ابو. ارجع اقول لك انه اللاعبين الاجانب يعني، وهذه حقيقه من احد اهم اشياء اللي احنا نعاني فيها الكره السعوديه، انه نجذب لاعبين اجانب وفي الاخير نركنهم في الاحتياط او ما يلعبون لسوء فني، طبعا لسوء مستوياتهم او عدم توفيقهم في انهم يندمجون مع الفريق، او سوء في الاختيار بكل صراحه، عدم مناسبتها. لذلك انه الاهلي وفق في لاعبين اجانب الاربعه، وهذه كان برضو احد اهم العوامل اللي فعلا حقق استقرار على مستوى الفني والعناصري داخل الملعب. هذه كلها العناصر كانت مهمه. الاهلي، خلينا نتكلم عن قضيه السلبيات. لا، كان في هناك سلبيات، كان هناك في مباريات صعبه بالنسبه للاهلي، يمكن اقترصها في الدقائق الأخيرة. صحيح. ما كانت في مباريات سهلة، يعني أمام الأهلي كان الهلال منافس شرس جدا، يمكن لو كان الهلال فرق معه حظ شوي ممكن كان فرق مع الأهلي. في الأخير كرة القدم، شوف كرة القدم ممكن أنت تمشي مع فريق يتساوون في المسار، ولكن أشياء بسيطة خاصة الفرق الكبيرة اللي تدخل فيها عوامل أخرى في النتائج. صحيح. تفرق بك، تعطيك مفترق طرق كبير جدا. صحيح. إذا فقدت بطولة، إذا طلعت من خروج بطولة. لذلك الأهلي مش سوى حركة ذكية حقيقة، عندما قال للجمهور الأهلاوي، قال ترى على فكرة أنا البطولة الأسيوية خارج حساباتي. صحيح. فهو هم على فكرة ونافس على البطولة الأسيوية حتى الرباط الأخير، يعني طبعا هو تنازل عنها بداية، لكن في الأخير يعني حاول أنه يعني، لكن ما كانت أحد أهم، لكن لا هو ريح نفسه. وش سوى هو؟ مش قضية أنه هو
قال للجمهور لا تضغطوا عليه في الأسوية. أمس استدل بكلام مهم جدا لكلام أسامة هوساوي. إيش قال؟ قال حنا يمكن المباريات في الأخير آخر مباريات من حظنا الكبير أن حنا لعبنا خارج جدة. الضغط يمكن. الضغط ما كان على ضغط إطلاقا. صحيح. طبعا هذا طبعا حنا ما يتلائم مع اللاعب الحديث اللاعب في من أحد أهم عناصره الآن المهمة جدا وميزاته إنه يعني يتعود على الضغط. ترى تلعب قدام الدوري التركي إيش بتسوي؟ صحيح. والجمهور التركي ولا دوري. فلذلك كرة القدم فيها يعني خل أقول لك بعض الأشياء اللي ممكن تفرق معك شيء كثير ويحتاج إلى كثير من التوفيق. لكن في الأخير إحنا نتفق إنه في عمل كبير وإنه الأهلي مو بأول مرة موسم يقدم عمل كبير ويستحق حقيقة ما نال ونبارك له. أحيانا أبو صالح في فرق تستغل المباريات المؤجلة. يعني إحنا شايفين في الدوري الإنجليزي قبل موسمين أحد الأندية كان بعيد عن الترشيحات، كان له أكثر مباراة مؤجلة. صحيح. وكانوا في فرق متقدمة، أعتقد إنه السيتي، فجاء من بعيد وفاز بالمؤجلات هذه وحصل على الدوري. فأحيانا في فائدة يستفيدها بعض الأندية وفي تخطيط معين حتى نصل إلى الهدف بشكل سليم. شوف ترى على فكرة اللي ينطبق في أثناء المباراة ينطبق على الفريق بشكل عام. يعني كيف؟ يعني الحين مثلا مو بيجي يقول لك مهاجم مع انه ماهر وكذا يقول لك ما لازم هذه مش مباراته، تلقاه يبدع لكن قدام الباب ما ادري مسكر قدام الباب. صحيح. مو بيومه خلاص، هذا المهاجم مش بيومه. نفس الشيء ترى كرة القدم فيها نوع من هالنتائج، اذا انت خسرت مباراة ثانية لازم تفك الهاجس المعنوي الكبير في هذا الامر. ترى بس بضيف نقطة مهمة جدا وانا يمكن مليت منها حقيقة في هذا الامر، وللاسف نلقى تجاهل كبير من قبل، للأسف أقولها، من قبل إدارات الأندية ومن قبل إدارة المنتخب السعودي ومن قبل يعني خلينا نقول تقصير في الإعلام. هي قضية في استعانة في اختصاصيين. الأهلي استعان في الاختصاص القدير اللي احنا استعنا فيه حقيقة في أيام 2002 و2007 اللي هو الدكتور إبراهيم الصيني. نعم. وأمس أخصائي. وأمس شكروا مهند عسيري وقدم له شكر خاص لمهند. وبعض اللاعبين للأسف الكبار خاصة، شوف خليني أقول لك إياها وأنا أقولها بكل صراحة، بعض اللاعبين الكبار لما تجيب لهم اخصائي تعزيز القدرات الذاتيه، مش اخصائي نفسي، تعزيز القدرات الذاتيه، تجيبه الفريق من يرفضوا تكون نرجسيه اللاعبين الكبار يرفضونه، يقول لك لا احنا ما محتاجينه. صحيح. او يرفضوا المدرب اذا كان مش فاهم، خاصه برازيليين اوكي مش فاهم يعني خاف يسرق منه الاضواء. لكن انت يا 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 يا, يا, يا لاعب النجم الكبير يا اخي يثمن انه هناك في لاعبين متوسط الخبرة، ثمن أقل خبرة منك كثير يحتاجون هذا اللاعب، وأنت بالتالي لما تمارس ضغط إنه لا ما إحنا محتاجينه ما نبغاه، يعني بتسوي إنك أنت يعني إنك أنت لا إنك أكبر من هذا الأمر. وهذا أمر أنا لو يجيني الأخصائي تعزيز القدرة الذاتية واستفاد منه 50% 60% أو 4 أو 5 من اللاعبين اللي بيلعبون يكفيني هذا الشيء. جميل. حقيقي. وعبد الله الله يمسيك بالخير. أهلا وسهلا. حياك الله. حديثنا عن نهائي كأس خادم الحرمين، وكنا نسأل بعد مباركتنا للأهلي وش الأسباب اللي جعلت الأهلي هذا الموسم يحقق نهائي كأس خادم الحرمين أو يحقق بطولة خادم الحرمين ويجمعها بالدوري، موسم مميز للفريق الأهلاوي. يعني مثل ما قال أبو صالح، عامل الأهلي منذ 4 سنوات لتحقيق إنجاز، الآن يحقق الإنجاز دوري مع كأس ويكون فريق له هيبة وقوة وحتى يشكل مصدر اطمئنان للجماهير الأهلاوية. شوف بالنسبة للنادي الأهلي يعني ما حصل عليه في الموسم هذا، اتفق مع ما ذهب إليه المهندس في مسألة انه كان بناء على مدى سنوات، سواء من خلال ما يعملونه في الأكاديمية منذ سنوات طويلة. وطبعا محزن احنا ما نشوف هالعناصر الواعده، يعني بصراحه ننتظر منها انتاجيه افضل بكثير. وايضا على مستوى الاستقطابات من الانديه الاخرى اللي ما زالت ايضا قائمه الى الان، وساعد النادي الاهلي مثل بقيه الانديه بصراحه. الاهلي حافظ على مستواه، حافظ على نفس الايقاع، بينما في الفرق اخرى لما نكون واضحين فرق اخرى صار فيها تردي في المستوى. يعني ترى الكلام مو نقوله الان، قلت هذا الكلام عبر الرياضيه السعوديه ليله او قبل مباراه نهائي كاس ولي العهد بين الاهلي والهلال، قلت انه
هذه المباراة تجمع بين أفضل السيئين، لأن كل الفرق كانت سيئة في مستوياتها في الموسم؟ في نعم، مع قناعة تامة ولو بس بالموسم هذا، يعني في المواسم الأربعة الخمسة الأخيرة ونحن من موسم سيء في أسوأ، والدليل يعني كمؤشرات أنه على مستوى صعيد آسيوي أنه تجد فرقنا تخسر متاعي بالثلاثة والأربعة، وهذا شيء تخرج من الأدوار. إيه وتخرج من الأدوار، يعني أفضل الفرق السعودية نتائج في آسيا واللي شارك دائما آخر الخارجين اللي هو الهلال. وعندما قلت أنهم أفضل السيئين اللي هو الأهلي والهلال، هناك من ما عجبها الطرح، لكن الطرح كان ربما يعني ليه أفضل السيئين؟ يعني مستويات الفرق كلها سيئة بصراحة. أنا سيئة على مستوى عام. حقيقة أبو عبد الله، واحدة من المشاكل أنه كل سنة اللي يضيع البطولة يقول الدوري سيء. لا 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 لا، خل استكمل. لا لا، انا ما ضيعت بطولة، ما انا بتكلم، انا من ممثل. لا هذا دائما الاخ طارق مثلا يمثل نادي وانت تمثل نادي، انا والاخ عبد الرحمن مستقلين، ما نمثل احد. لا معروفين مثل المذيع. انتم لحظة، احنا دقيقة ما ضيع بطولة. بس فكرة انه وترى الكلام صالح، ما هو الان، ما هو وليد اللحظة، ترى قايل الكلام ده من سنتين او ثلاث. لا لا حقيقة مو سيئين ايام جريتس. لحظة، افضل لو نتحدث مثلا عن الهلال، لأنك تقول ضيع بطولة، اللي تقصد الهلال هو اللي ضيع الدوري. إذا كنا نتكلم عن أيام جيرتس، في اليوم اللي فاز فيه وموجود في الشرق الأوسط، اللي فاز فيها على الاتحاد 5-0، قلت أنه أفضل الفرق لا متصدر الدوري، لم يظهر هيبة الفريق البطل اللي نعرفه. أنا ترى صالح لما أتكلم، ما أنا بتكلم على مستوى أندية السعودية، لا لا بوصل نقطة بس. مقاييس على إيه؟ إيش قست؟ أقيس أنا. يهمي القاع. وش نضرب النية موجودة؟ يا أخي متابعة. صالح يعني لازم أقدر أعطيك مثلا 10 في 10 تساوي 100 ولا 4 في 4 تساوي 16. أنا أعطيك إياها. وش المقياس؟ معطيات الآن. شوف الأندية القطرية والأندية اللي تذهب بعيدا في آسيا، معيار لما نقول كرة السعودية كانت نخبوية على مستوى الخليج وآسيا، كانت نتائج موجودة. صحيح. أول من ذهب من الأندية الآسيوية مثلا الكأس العالم نادي النصر. أكثر الأندية الآسيوية فوزا بآسيا هو الهلال. هذه أندية كلها سعودية. القادسية فاز. عبد الله قبل موسمين الهلال لعب نهائي آسيا. ما يخالف، ما قلنا يعني ما زال لعب النهائي. والأهلي لعب على النهائي. سقط أمام فريق متدرب أي بي سي بطولات. طيب أوكي. اللي هو سيدني. وصل للنهائي. اللي يريد أن أصل إليه، ترى لما نتكلم أنا أنتقد والشطحات ما هي مقياس. ترى لما يكون في شطحة مثلا مثل الأهلي لعبك نهائي آسيا برضو قبل 3 مواسم وسقط الثلاثة، ونفس الشيء بالنسبة برضو نهائي الهلال. الهلال يعني غاب فترة طويلة عن سالفة أنه يلعب عن النهائي، فأعتقد أنه هذه الشطحات ما هي مقياس أنه والله الكرة السعودية متعافية. يعني تتفق مع أبو عبد الله، بأنه إحنا مستوى فرقنا متراجع بشكل كبير. طيب من زمان وقلنا الكلام هذا. انا نفسي اعرف كيف قست انها تراجعت. مقياس ان انت صالح، هذه تريد ارقام احد؟ لا يقصد النتائج. ارقام في الثمانينات والتسعينات الميلاديه، المنتخب السعودي طرفا ثابتا ان لم يكن الذهب ياخذ الفضه. وش اللي حصل؟ تراجع المستوى. لا ما تراجع. ليه تراجع؟ حدث لك النظام حقك، نظام الرياضي، ايوه، لم يتغير، فحدث لك ثبات. لا لا ما ثبات، لا تراجع. عجل، لا لا تراجع. 1988 كان اليابان تراجع. مشارك في قطر، طلع من الأدوار التمهيدية ب 13 هدف في 3 مباريات، 13 هدف. 1988 كان أنت حدث لك ثبات، البقية تقدم. لا لا ما هو ثبات، تراجع. أنت ما تراجعت، أنت ثابت في مكانك لأنه السيستم حقك ما تغير. وش طيب عرف لي السيستم. وش انا اقول لك، انا اقول لك وش اللي فرق معك. وش السيستم؟ انا اقول لك وش اللي فرق معك. لما نجي للاعب السعودي بين الهوايه والاحتراف، وش تغير فيه؟ ثقافته تغيرت؟ لا. لما تروح دول الخليج فلوسه زادت. بين الهوايه والاحتراف تغيرت. اليابان تغير. انت لديك ثبات، انت ما غيرت شيء. نفس الإدارة العشوائية، نفس التدريب العشوائي، نفس كل الأشياء، أنت ثابت. كلام مقنع. الناس تطوروا، الناس أخذوا الرياضة علم وتطوروا. ما في ما قدرت تجاريهم فضليت مكان. لأنه ما زلت إلى الآن تحلل نفس المسألة، أنه ما عنده حظ. والله مو يومه. وش اللي مو يومه؟ لكن النتيجة هي واحدة، هم سبقونا الناس، سواء احنا ثابتين او احنا متراجعين. لا لا، هم سبقونا. بس لا عشان لازم ثباتنا يعتبر تراجع. لا لا اصلا ثباتنا يعتبر تراجع بحكم تقدم الاخرين، احنا برضو متاخرين. شوف عندما تقول اني انا تراجعت،
ستعود للماضي تسوي اللي سويته في الماضي، بينما عندما تقول أنا ثابت ما حترجع للماضي، حتشوف الناس وش سوت عشان تلحقه. فارق بين الفكرة، أنا لما أقول أنا تراجعت، إذا تعالوا نسوي زي اللي كنا نسويه في الثمانينات، بداية الثمانينات، فهمت علي؟ هذا خطأ. لكن لما أنا أقول أنا ثابت والناس تقدموا، أروح أشوف تجاربهم مشي ليه تقدموا عني، ليه سبقوني. بينما لما أقول أنا تراجعت، يلا تعالوا نرجع طيب ورا نشوف طيب. شدوا حيلكم يا شباب. طيب أبو 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 إبراهيم، نفهم أبو عبد الله إنه الأهلي هذا الموسم ما قدم من إنجاز وتحقيق الدوري وجمع الكأس خادم الحرمين كان سيء، أو مثل ما تقول أفضل السيئين. أنت بتأخذونها مفهوم غير. لا أشرح لك أفضل. إحنا نطرح التساؤلات اللي ممكن تطرح من على جيل الجمهور. شوف الجيل الإعلامي يتكلم منك إعلاميين اللي عاصروا الفترة الذهبية الكرة السعودية، عندما كانت القامات الإدارية اللي 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 تتمنى القنوات الغير سعودية أنها تجري معها حوار، نتكلم على صعيد إداري، اللي كانت تؤثر حتى في المنظومات الدولية في الاتحاد الدولي وتؤثر في الاتحادات الإقليمية واتحادات المنطقة، تحول القرارات وتعتبر هي مثال وأنموذج يحتذى به. ما نرضى بمثل هالمستويات ولا نرضى بمثل هالأداء من اللاعبين. يعني أنا لما أجي أشوف بصراحة مخرجات اللاعب السعودي اللي في دورة الخليج الأخيرة، أنا بقى الواحد يتلطم يطلع من الملعب يروح يشوف أي حاجة. مع الأسف الشديد يعني لا هناك ليش يقول تراجع؟ ها كانوا يأكلوا بالسبعة وهذا أول كانوا يتشبوا فيهم. أجل يعني هذا ثبات تعتبره؟ لا صار يأكلون بالثلاثة. لا إنك تقول بدل السبعة يعني. لا تقول إن الخليج ما هي مقياس. أنت الآن تقول الآن تطوروا طيب الخليج طيب. أنت صالح تقول الخليج إنه تطور أدوات لي والاحتراف طورها. ما شوف إن حتى طور الخليج. الأهلي أنتم ما عجبكم الموضوع؟ لا بس إحنا الأهلي قاعدين نتكلم. الأهلي ممتاز والهلال ممتاز والنصر هو العالمي. أنت قلت والعميد يا تهاجمهم يا والبلوي والبلطان وعبد الرحمن بن مساعد وفيصل بن تركي طور الكرة ووصلنا للعالمية. في نقطة ذكرها أبو إبراهيم، انه عندما يحقق نادي فريق انجاز او تحقيق الدوري ولا الكاس، حتى الاهلي سواء ولي العهد ولا كاس خادم الحرمين، الدوري ضعيف، الاخرين يجون يقولون والله الموسم هذا ضعيف، كاننا نهمش او نقلل. قلت هالكلام ايام كان مثلا اللي هو علشان يستانسون جمهور الهلال، زعيم الكره الاسيويه، يوم كان هو متصدر الدوري ومنافس الاتحاد ياكل بال5-0 في الرياض، قلت انه فريق لا يحمل هويه البطل. انا لا اتكلم ترى على انا بالنسبه لي كصالح الحمادي، واعوذ بالله من قولت انا ما يهمني من ياخذ الدوري، النصر، الاتحاد، الهلال، الاهلي، الشباب، القادسيه، الوحده، انا اتكلم عن بعد تجربه كل المراحل المحليه اللي تجاوزناها جدا. احنا يهمنا بصراحه عندما هل المصنع اللي عندنا اللي هو الدوري والبطولات المحليه اللي تخرج اللاعبين مخرجاتها، عندما تشكل لي منتخبا قويا ناشئين وشباب وأولمبي وكبار يذهب للخارج ويمثل الكرة السعودية ويرفع الراية خفاق، ولا وش فائدة التنافس يعني؟ احنا كلام جميل. احنا بصراحة هل فائدة التنافس والله ان يفوز النصر على الهلال ولا الهلال على النصر ولا العكس؟ لا، نحن نريد ان نقدم انفسنا قوه الدوري تنعكس في السياق في الحضاري، مثل ما نفخر ان تاتي مثلا طالبه وتكون من المبدعات في الرياضيات على مستوى الدوري العالمي، ولا طالب ولا كذا، نفخر بمعطياتهم وما يقدمون المالكي هذا اللي ياخذ بطوله العالم وكذا. مثل هؤلاء يجب ان يكرمون. احنا كل شيء كوره، انا اتكلم انه ما يهمنا من اللي يفوز محليا، انا يهمني وش المعطيات اللي نقدمها يا اخي. وقلناها يوم كان الهلال ياخذ البطوله، قلناها يوم كان النصر ياخذها، وقلنا ولا زلنا عند وجهه نظرنا لا زالت موجوده. انت تتصور مش انا، لا تتصور مثلا لو كان بكره النصر ياخذ مثلا ابطال الدوري، الهلال ياخذها، هذا يروح الكاس العالم، هذا يشارك ويحرزون ميداليه مثلا برونزيه على مستوى كاس العالم للانديه، اقول ان احنا متراجعين، معناته اصبح في نفسي غل او مرض والعياذ بالله. أنا لا أتكلم يا أخي أن مخرجاتنا الآن الكروية قياسا بما جاءها من مال، هذا المال أصبح وبال عليها، بدليل أنه حتى على مستوى النادي الجماهير الأندية يتذمرون من اللاعبين عديم الإحساس والمسؤولية بتصرفاتهم الرعناء اللي تصدر منهم.
اللي بصراحة في اعتقادي الشخصي من أكثر الأسباب اللي أثرت على تراجع الكرة السعودية هو المال اللي يوضع في غير سبيله وفي غير وسيرته، وبالتالي بدل ما يكون نعمة أصبح نقمة. وأنا لما أقول ترى منطقة اسم الأهلي، والأهلي ما هم رأي صالح الحمادي، الأهلي بطل، قال الحمادي إنه أفضل السيئين ولا الهلال، والهلال بطل السوبر وبطل كأس ولي العهد، وأنا ما قلت على الأهلي ترى فقط. يوم الأخ صالح يقول إذا ما أخذ البطولة قال الآخرين، لا ما هو كذا، أنا قلتها. أنت عندك كليشة واحدة، النصر أفضل السيئين من عشر. طيب ليه النصر قلنا عنه سيء وهو يأخذ البطولة مثلا في الموسم الأول لما قبل العام لما أخذها كان مستواها يعني مقنع إلى حد كبير. الموسم الثاني كنا هذه بداية مؤشرات للنصر أنه ما راح يعطي موسم، وما هو كلام يعني جديد. لما تأتي إدارة النصر وتخطط أنه توصل النصر يكون بكرة هو برشلونة آسيا، ونشوفه ما يطلع من الأدوار الأول ويأكل بالثلاثة والأربعة، نعرف الخطط غلط. وعندما يأتي رئيس نادي للهلال مثلا على سنة في ستة شهور أو سنة أنه يحرز كأس آسيا ويوصل لكأس العالم ويذهب مثلا يستقيل ولا يستطيع انه 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 الا يلعب مباراه في 7 أو 8 سنين نهائيه، نعرف انه مخططاته فاشله. ما نستطيع ان نجي نقول مثلا عن اداره مثلا فيصل بن عبد الرحمن او اداره البلوي فتره من فترات 2005 وهم يحرزون كاس اسيا ناتي ونقول انهم لا فاشلين. لا يا اخي، الكتاب واضح من عنوانه، يعني تسيدوا محليا وذهبوا قارين. زبده كلامي انا علشان ده بقدر ما هو ناجح واللي ما يفوز مو ناجح. نبارك للاهلي ونبارك للهلال فوزهم بالبطولات المحليه، ونتمنى ان شاء الله انه نشاهد الاهلي بطل اسيا ونشاهد الهلال والنصر وغيره. ولكن تقول لي انهم جيدين؟ لا، اقول لك بصراحه مستوياتهم سيئه، وحتى اللاعبين اللي عندنا بصراحه مستواهم جدا سيء. بنرجع لهم اللاعبين ناخذهم ان شاء الله واحد واحد. ابو خالد الاهلي. أنا أثني على كلام أبو باري، خلنا 100% نعطي الأهلي أول شيء لأنه يستحق أبد، وبعدين نتناقش في أبعطي الأهلي حقه إن شاء الله وزود منظومة كرة القدم. أنا قلت الكلام هذا برضو قبل كذا وقلته كثير، أنه مستويات الأندية السعودية للأسف أنها في تراجع كبير جدا، والدليل اللي هي المخرجات اللي نتكلم عنها اللي على مستوى سواء الإقليمي أو القاري. أنا نتكلم أنه الأندية السعودية للأسف الآن يعني استكانت على التاريخ وعلى الماضي ونامت عليه انه والله احنا ابطال وحنا 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 وحنا، ولكن في حقيقه الامر ما في عمل، العمل كله عمل عشوائي، بس اهم شيء كيف اضخ فلوس للاعبين، واللاعبين بدا عندهم الترف المالي هذا اللي انعكس سلبا بشكل كبير جدا على حياتهم سواء كان الكرويه او حياتهم الاجتماعيه. الشيء اللي بقوله فيما يخص مباراه الاهلي، اعتقد انه الاهلي استحق البطوله، والاهلي يعتبر الان يعني هو البطل، هو الأفضل بالنسبة للأندية السعودية، يعني عنده الاستقرار الإداري، الاستقرار الفني، استقرار الدعم الجماهيري، كل هذه الأشياء كانت عوامل مؤثرة بشكل كبير جدا بأن هي الدوري والكاس. يمكن أنا يمكن عندي أنا نقطة التحول اللي كانت موجودة في الأهلي هي دخول طارق كيال في نقول هي الجولات الأخيرة من الدوري، وهذه كان لها مفعولها بشكل كبير جدا بأن هي غيرت مفهوم اللي هو العقدة النفسية داخل اللاعبين، هو الإحباط، خسارة اللي هي الشوط الأخير من المنافسة. دائما أنا أذكر أنه إبراهيم كان يقول ما له، أنت قلت مرة طارق كيال ما له تأثير على الفريق، ما هو هذاك التأثير يعني. طيب مو هذا التأثير يعني. لا انا من وجهة نظري انه الاهلي كان ينقص الاعداد النفسي، كان ينقص الاعداد الذهني كيف يحسم البطولة، كيف يتعامل مع في فترات سابقة. أيوة اللي هي المباريات اللي تعتبر حساسة واللي هي تحسم له البطولة. واعتقد انه كان الموسم الماضي خير مثال على الموضوع هذا، انه هو تعادل في اللحظات الاخيره مع التعاون، وكان هو يعني يعتبر يعني خلاص قاب قوسين او ادنى بانه هو يكون بطل للدوري. اعتقد ان هذه الاشياء كانت تنقص الاهلي كثير. طارق كيال دخوله في هذه الفتره كان له اثر كبير جدا بانه هو يهيئ اللاعبين بشكل افضل، وانه يبعد اللاعبين عن الضغوط النفسيه، ويقدر انه هو يهيئ اللاعب بشكل استطاع من خلالها يؤدي بشكل جدا جميل داخل الملعب. جميل. الأهلي أنا وجهة نظري حاليا إذا استمر على هذا الوضع بيكون تغيير المدرب ما حيكون له تأثير مستقبلا. جروس يعني احنا قلنا انه جروس خلق انسجام وتفو يعني
التجانس ما بين ما تدري. شوف بقول لك على حاجه، الاستعانه بجوميز يمكن تقريبا انا من وجهه نظري يمكن الاسلوب اللي يلعب فيه جوميز هو مقارب الى حد كبير جدا من جروس، وهذا يمكن سبب اختيار الاهلاويين للجوميز. اذا كان مقارب له ليش يغيرون جروس؟ جروس هو رفض انه يقعد، هو حابب انه هو يمشي. فاعتقد انه جوميز قريب جدا الى حد كبير من 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 جروس. ايه فاعتقد انه ما راح اللاعب الاهلاوي او الفريق الاهلاوي بشكل عام ما راح يلقى ذاك التغير الكبير في منهجيه اللعب او في تفكير المدرب بانه هو يفرض بعض الاشياء اللي قد تدخل على الفريق قد تكون ايجابيه اكثر ما تكون هي سلبيه. جميل. ابو ابراهيم، التكاتف الاداري والدعم الاداري الكبير للنادي الاهلي هذا الموسم ساهم بشكل كبير. كلام جديد مو كلام قلته قبل كذا، كلام جديد على ما يحدث امامنا. طبعا اول حاجه من بداية الموسم كان المتوقع في ثلاثة فرق هي اللي تدخل في تنافس على الدوري، على الدوري أهلي الهلال النصر، هذول الثلاثة كان هم اللي يدخلوا. النصر من البداية سقط بسبب إدارته، بسبب الإدارة. وضح بسبب الإدارة كيف؟ يعني شو اللي صار يعني؟ تغييرات المدربين، أجهزة لا مو تغييرات، يعني عندما تبذل مجهود أنت ثم تأتي مكافآت على أن تأخذها لمجهودك، ثم تكتشف أن المكافآت راحت وما أخذت شيء، تلقائيا الفريق هيحبط. أضف إلى ذلك أنه في 26 لاعب مواطن وفي 4 لاعبين أجانب. 26 لاعب مواطن قعدوا 9 أشهر ما يستلموا رواتب، مو بس المكافآت ورواتب، الأجانب يستلموها شهرا. ليه؟ لأنه يتطبق عليه نظام فيفا 3 أشهر. إذا الجانب الإداري عمل الدروب للنصر وطلعوا برا المنافس من البداية، من البداية. ثم حتى في النهائي دخل معاهم عضو الشرف وتصادموا ببعض طير فطلع الهلال في الدور الثاني. سقط ليه ولماذا استمر الأهلي؟ سقط الهلال ما عنده بديل لمن؟ للمصابين واللي يهبطوا مستوى. يعني دائما في اي فريق، اي لاعب في العالم، حتى لو جبنا مارادونا نفسه اذا لعب 20 مباراه 16 حيؤدي فيها 4 ما حيكون في مستواه طبيعي. لما نجي للاهلي في بدايه الموسم مين كان نجم الوسط؟ مصطفى بصاص. في الدور الثاني ما كان موجود، في بديل له، كان دائما في بديل. حتى عمر السومه في مباريات مهند. ما كان يسجل، سحب، نزل مين البديل وسجل؟ مهند. اظن مهند. اذا مش الفرق بين الفرق هذولا كلهم؟ انه عندما ذهبت للدور الثاني اللي حيكثر فيه الاصابات، المجهود ويكثر فيه الاصابات، هنا الفريق الذي لديه بديل حيكمل المشوار. وهذا ما حدث بين الاهلي والهلال، انه الهلال سقط. يعني على سبيل المثال أنا ما أحفظ الأسماء، رقم 7 في الهلال يعني حبيبه كثير، سلمان الفرج. بداية الدور الأول كان نجم، في الدور الثاني هبط مستواه، ما في بديل له، لا يوجد بديل له. بس إدواردو لا يوجد بديل له. إبراهيم ترى الهلال دخل كل البطولات، وهذه تفرق معه. الهلال لو حسبته الآن دخل لاعب آسيوية، لا أترك حقد. لا لحظة شوي بس، أنا أقول لك الفرق بينه وبين الأهلي سببت يعني لاعب سوبر ولعب آسوية. اسمع، مباراة واحدة أوكي. لعب آسوية دور بادي. 8 دور 4 لا آسوية الأولى، ثم لعب آسوية الثانية بكل قوة، وبرضو نفس على الدوري والكأس. يفرق يعني. لا أنا أتكلم إنه البديل. لا شوف، دائما الدور الثاني حيفرق معاك البديل، الدور الثاني حيفرق معاك البديل. الفريق اللي عنده بديل، الهلال ما كان عنده بديل مهاجم، والدليل استعانوا بالمهاجم الرابع اللي قاعد السالم. موسمين لم يشارك يوسف السالم، موسمين مو مشارك معاهم، ما يلعب اساسي. فهذه الفروقات اللي حدثت بين انه الاهلي يكمل، الهلال يسقط، النصر سقط من البدايه، فانطلق فيه الاهلي وراح وكمل واخذ البطوله. نجي مساله الكاس، ايضا الكاس كان مرشح للأهلي، وساعد ترشيحه ما فعله النصر بنفسه في النهائي.
قبل النهائي. قبل النهائي ما فعلوا بنفس. ومع هذا حقيقة صارعوا اللاعبين بشكل جيد. يعني اللاعبين لا يلاموا، أنا أقول لاعبين نصر حقيقة لا يلاموا. كيف فعل بنفسه؟ وش سوى بنفسه؟ إذا كان هو لاعب بالكاس كويس وكان دور الأربعة فايز على الاتحاد ثلاثة وما شو أوكي يعني. أنا ومستوى كان جدا كويس. أنا أقول لك على أي شيء. واحد النصر لاعبين الأجانب بعضهم انتهى مفروض يمشي. يعني مثل لاعب البحرين الدفاع محمد حسين كان نجم صح، لكنه الآن مستواه بسبب السن مفروض ما يجدد معه. هذا هذا بداية الموسم. هذه انت تتكلم انت على بداية الكاس كان لاعب كويس ومؤدي جيد يقصد فترة انتقالات الشتوية عندك بدأ. لا 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 معلش، هو يقول ما فعله بنفسه، المقصود انه فعل شيء قبل المباراة النهائية وهو اللي اصبح. لا لا الإدارة وأعضاء الشرف، هذا جو مناسب للفريق. هل تعتقد الصراع الدليل انه هذا ما اثر عليه؟ الدليل انه ما اثر عليه انه قدم مباراه ممتازه وانهزم وطلع. هزم بالضربه حظ هذه بعد شيء وفرقت. يعني شوف سبحان الله، كان كلامنا احنا دائما نعلق على احداث ما نستقرأها من قبل، او انه يعني مع الاسف كثير من زملاء. انا نستقرأها من قبل لا لا اتكلم على كثير من زملاء المحللين، يعني ياتي ويتكلم يتحدث عن المباراه نفسها كمباراه. أنا عارف وش الخلفيات اللي صايرة برا، وعارف صراع الرئيس مع المدرب، وعارف صراع المدرب مع اللاعبين، ويقدر يحلل فنيا. أنا أتصور يعني التحليل الفني كانك تضحك على نفسك. أنت عارف وش المسببات. مثلا أنا عارف، أنا مدير مدرسة وعارف الطالب ذا طيب. مسكين صاير عليهم حادث، متوفي له أحد، صاير له طيب. كذا، صاير له مشاكل طيب. وبالتالي تراجع مستواه. عارف المؤثرات، لذلك ما أجي ألوم الطالب مباشرة. عارف إن في مؤثرات خارجية. اللي يصير الكثير من الأندية الآن وكثير من الأمور اللي حلل فيها إشكاليتنا بصراحة، وصراعات الأندية الآن أصبحت خارج الملعب أكثر من كونها في الملعب. في السابق ما كانت كل هالمشاكل، وأنت صالح لعبت للمنتخب السعودي كرة اليد، ولعبت في نادي الهلال، ولعبت في النادي الأهلي. مشاكل وش؟ لا أذكر في تلك الفترة ما كان في قنوات كثيرة. لا اللاعبين، يعني أنت كنت مشتبك مع النصراويين اللاعبين ومع أبو خالد، كنتم مشتبكين بس ما كان في قنوات كثيره. يعني لا تحاولوا. انا دائما اقول خليك كمل. هو اليوم مستلج واي واحد يحكي لازم يحكي اكثر منه. لا لا حقيقه حتى اذكر ايام شاحن حلقه ختاميه. لا لا حتى تركي ستيري الله يذكره بالخير رئيس تحرير الرياض هاشم عبد هاشم كان في مشاكل. يعني دائما يدعوا انه هذا الجيل، يعني هذه واحده من مساوئ الاجيال عندنا، دائما الجيل القديم يحطم الجديد دائما. حقيقة ارجع لمقالات الاثنين ايام ما كانوا في الصفحات الرياضية بالارشيف وشوفهم كانوا يتهاوشوا. الان ما حد صالح انت يا اخي لا نروح بعيد، انت عندما كنت لاعب كنت تاخذ كرة حمر وتطاق مع العالم والدنيا. مو صحيح، شفت هذا هذه واحدة من الاشكالات. قاعد يروج يعني يروج غلط الحمزة، يعني اذا رضى الحمزة يسمعنا. لا 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 هذه واحدة من طبعا حقين الجزيرة عشان شنو حمد. لا 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 شوف اي لا لا صالح حتى راح الناس نعتبرهم شيبان واساتذتنا يا اخي. لا لا انت هاشم وخالد المالك وسديري والجماعه. لا لا حقيقه مش انت رجعت صالح للتاريخ طلع مثلك غبار الان تتكلم لا والله مو غبار والله جد. لا لا واحده من الاشكالات خلونا في الموضوع خلونا في الموضوع اي ابو عبد الله لا نتفرع واحده من الاشكالات وبرجع ترى لمساله النصر وابو خالد الله يرحمه الذي تم يتحدث معها مع محمد العربي واحده من الاشكالات في ذهاب وياه انه الجيل القديم يحطم في الجيل دي. يعني الان انت تتحدث عن الاعلاميين اول واول صحيح حقيقه الاعلاميين الان افضل بكثير. لا ما هو صحيح. انا حقيقه من الاعلاميين القديم وجهه نظره انا إيه. اعتقد انهم افضل، يقدموا لك معلومه، يبحث بشكل جيد. القديمين يقعد انشاء. انت تتكلم بصفه عامه ها؟ خطاب انشاء زي خطاب بصفه عامه افضل السيئين. طيب ليه تتكلم بصفه عامه؟ صالح الطريقي صالح انت تتكلم بصفه عامه مستلج. لا لا اسمع اتكلم بصفه عامه صح؟ انه الاعلاميين انا اعتقد هو يقول افضل. انا اتكلم معلومه. شوف 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 في معظمهم لا زلت انا عند رايي ومتفق معك فيما يتعلق بمسألة إنه أكثر تطور، أكثر وسائل تقنية، كل شيء يساعدهم. يعني المعلومة ما يحتاج كوت كوبي بيست على طول بمقالة يسحب الموضوع من
ويروح ينزله في مقالته يبي ان شاء الله المعلومات كامله غير اللي كان اول لازم تروح تبحث يمكن لازم تطلع المكتبه من الجريده لا كانوا يهكوا عليهم دقيقه لا خل علمك طبعا يفكرون عليهم انت احنا ما لحقنا عليها انا والدليل لكن اتكلم بصفه عامه والله والدليل شف انت قلت عني معلومه غلط وانت ما تدري عنها لا يا اخي كلهم اللي انا ما لحقت عليك انا اقول لاعب. انا توقفت انا ما لحقت عليك انت رجال لا 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 كنت صحفي لا يقولون انك انت كنت لا انا توقفت مره واحده بسبب حوار عبد الله شكك بسبب نفسك واجد ولا انا اقول لك عايز يقول لك صالح ما كان ياخذ كروت ولا كان يطالع شفت هذه الفروقات لا طبيعي هذا الاعلام هذا الاعلام القديم انا ما اخذ كارت احمر يا اخي كم مره الان لو انا لاعب ما حد يقدر يقول هذا الكلام كل شيء موثق اي في توثيق طيب لكن اول انت قل له ترى هذا افضل السيئين خلاص كنت اللاعب المثالي كنت اللاعب اتكلم شوف لكن المال لما تحدثت عن المال انا المال حقيقه انت لو لاعب انت لو لاعب انت لو لاعب هي الاشكاليه دائما تهاجموهم انا حقيقه ضد ان تهاجموا الضعفاء انا حقيقه ضد ان احنا نفس الشيء كلنا يا اخي لا 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 المشكله مو ولا تعود صالح الحماد يهاجم الضعفاء علمك لا لا ما ناطح للاقوياء ما ناطح الا روس وانت عارف الشيء ذا وتابع حلقه العرب مشكله سالني عن ابو خالد الله يرحمه سالني عن مشكله الاحتراف مو انه 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 اعطيته اللعيبه فلوس مشكله الاحتراف مو عشانك الاحتراف هو ان تحول هذا اللاعب الى يصبح موظف مشكله الاحتراف مو باللاعب مشكلة انه انتم قلبتوا الايه اللي القديمين اللي تبغاهم يرجعوا خلوا في الاحتراف اللعيبه ويديرهم هوات واللي يدير الاتحادات هوات واللي يدير اللجنه الاولمبيه هوات لا محترفين ثم تجي تقول والله هذول اللعيبه هي المشكله طيب خلينا نشوف تتفق معهم مهندس طارق لا بالعكس الله يسلمك استمتع بالحوار القديم الحديث هذا الاعلام الجديد طلع نشوف الامور عندك هذا حوار مخضرمين لا حقيقه شوف ترى فعلا ابو ابراهيم فيه معلومه لذلك حلو انك توضحها انه انت توقفت بسبب اشتباك مع الجمهور او ضرب لاعب او زي كذا لا قالوا طقيت مدرب اي اشتباك مع الجمهور خليفه كانتون حتى انا قلت لهم يعني حتى اذا تبي تكذبوا قولوا كان معي رشاش مسدس 1500 5000 البطل العنف لا انك تهدد 500 600 يعني مو بصحيح الكلام العقل ما يقبلها العقل بس لا ابو ابراهيم شوف انا انا شوف عبد الله اسمع عبد الله كنت اتابع الا بس ما ان شاء الله انا لا انشغل ابراهيم لا بس ولا توقفت مره سنه عشان حوار لا بسبب عنف اخذت كرت احمر اي لا مو شوف انا كنت اتابع صالح ابو ابراهيم كان شرس انت تقول لي ابو ابراهيم كلك عبد الرحمن متابع كره اليد اي والله متابع ليش السبب لحظه كان حارس لحظه ابو خالد ابو ابراهيم قاعد مراكزها وش عاد هذيك ابو ابراهيم تقول انت من الصعب ها دفاعي كويس ولا لا انا دائما هجوم ما تعرف دفاع طيب كيف اجل الخشن لازم ترجع تدافع عشان تصير خجل لا طيب لحظه ابو خالد كان اخوي حارس كان اخوي حارس تجي من الوينج تدفع يسار ثم تضرب باليمين لحظه اخوك كان حارس ومره استقعد صالح ابو خالد انا حارس اخوي كان حارس من هو اخوك اخوي عثمان كان حارس النادي العربي بعنيزه يا اخي لا كان في النصر طيب واستقعد مره صالح لدرجة صالح تعمد انه يعوره بعينه وبذنه ابو ابراهيم عنيف في حوارات عنيف في حوارات هذا راح هذا داري عن هذه ابو ابراهيم لحظه بقول لحظه اسمحوا لي بس الحين انت تقول لحظه ابو ابراهيم خلني بس اقول هالمعلومه ذي وخذ الحديث انت تقول يعني من الصعب ان العقل يتصور انه لاعب يتهجم على جماهير توك تقولها صح جماهير بينطق ليه لا حصلت يا ابو ابراهيم وين حصلت اوروبيا وعالميا كانتونا طق الجمهور ورجع وطرد طق واحد ورجع مجموعه قدامه بس من الجماهير يضارب جماهير ابراهيم انت ممكن تسويها ولا لا بس عشان اقول بس هذه لا صالح انت فضايح يعني لازم تبين الشيء لا انا معلومه وضحتها لنا ابو ابراهيم انتقدت المؤسسه الرياضيه وهذه هذا سبب ما يسمى وقاحتي وتوقفت سنة على إبراهيم لكن بس على أخوه زين عشان أقول لكم النصر يعني نلعب مع النصر إحنا
في الشباب فقط ما مو في الممتاز كان. لا لا لعب فترة لعب فيها ممتاز. ما لعب ممتاز أبد وأنا في الهلال بس عشان. لا مو بالهلال كنت الأهلي. تعرف الأهلي. تعرف كم النتيجة بس مع النصر لعبنا مع النصر النتيجة 88-3. لا 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 لا. معقولة. فواحد مستجد لي. لا لا يمكن في الأهلي مش في الهلال. يعني أكبر الأهلي مش أكبر الهلال. نسبة أهداف سجلتها في النصر في مباراة واحدة 30 هدف. في مباراة واحدة ثانية هذا. بس لحظة في الهلال ولا في الأهلي؟ في الأهلي. في الأهلي. في الأهلي مش في الهلال. يمكن في الأهلي. يمكن في الأهلي. كلام توه كرة يد. لا لا بس. مبارك الأهلاوي. أنا خلصنا مباراتنا. شاركتونا. يستاهلون والله. بس أنتوا شطحتوا بنا ورحتوا من المواضيع الثانية والحين بيزعلون علينا الأهلاوي. لا بس عموما. لأنهم يستحقون حاجة. بقول لك حاجة. هذه مشكلة إنه عندما يبذل فريق مجهود أفضل من البقية بدل ما تشوف النقاط الإيجابية فيه واللي حققتها عشان يكتسبها الآخرين تجي وتقول والله فاز أفضل السيء. رجعت لبعض الله أنت اليوم. لا 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 يعني حقيقة ما حققوا الأهلي. صحيح. ما حققوا الأهلي في هذه البطولة أن هذا الفريق كان لديه ثبات إداري ثبات فني ثبات لاعبين أضف إلى ذلك لديه احتياط ساعده في الدور الثاني انه يكمل المشوار. طيب خلونا نتكلم عن احد العناصر المهمه في النادي الاهلي السومة مهندس طارق. أول شيء هذا اللاعب وش يعني وش اللي يعني فعلا هو علامه فارقه في الفريق الاهلاوي. ودنا يكونون اجانبنا في يعني الملاعب السعوديه. يعني مهما حكيت عن السومة حقيقه ما تفهم حتى حكي. الامير عبد الله مسعد امس كان معجب بالسومة. يعني شوف لاعب انا امس اول مره اتكلم على يعني على مستوى التويتر يعني قليل ما تحدث عن إشادة بلاعبين بذاتهم قليلا حقيقة لكن وحتى في قضية إعطاء المسميات الرنانة لكن تكلمت وقلت إنه هذا لاعب خارق فعلا اللي عمله السومة في هذا الموسم. صحيح. لاعب خارق يعني أنت تتكلم كأنه قصة يكتبها واحد في بداية الموسم ويوجد في هذا القصة بطل واتوقع انه هذا كاتب السيناريست ما راح يضع يعني قصه جميله لبطل مثل ما حدث لأسوم هذا الموسم. صحيح. فعلا يعني يسجل في اوقات ويتواجد في اوقات وفي مهم وفي في ومع امام فرق ويقلب النتائج وفي كل المناسبات الكبيره. صحيح. وانتزع نقاط كبيره في وقتها بشكل عجيب جدا. نعم محترم. سواء في الدوري هذه. سواء في ذا ويسجل على فكره في جميع يعني سجل بأشكال وألوان. صحيح. بالرأس بالتسليم خارج المنطقة بالتواجد داخل المنطقة هذه لاعب يعني عجيب وبعدين هو من اللاعبين اللي تكوين الجسماني يساعد رائع اللاعب اللي ما تشعر فيه حركة دائبة ولا لا هو لاعب تشعر أنه فعلا يعرف يعني هذا متى يتواجد وين يتواجد مهما حطيت فيه أو دفعت له فلوس مو خسارة فيه. وعلى فكرة بقول حاجة بمناسبة السومة لو وانا اقول هذا فعلا عنصر يعني جميل جدا في النادي الاهلي تحديدا السومة لو وانا اقولها لا يزعم مني الهلاليين ولا يزعم مني حتى النصراويين ويمكن الاتحاديين السومة لو في بدايه الموسم او قبل ما يجي نوى ان يتعاقد مع نادي الهلال ستجد يعني ستجد هناك حمله كبيره جدا اعتراضيه ان يتعاقد مع لاعب بمثل السومة هم يريدون أسماء رنانة كبيرة أوروبية لعبت وعندها مستوى ريكورد عالي جدا ومن الكلام هذا كله وهذا صحيح طبعا هذا حق طبيعي ولكن في نظرة فنية أحيانا تجد في لاعب تجده هو فعلا هو في بداية يعني لم يكتشف بعد يعني إحنا دائما نقول طيب هذا اللاعب لازم يتفجر ثم بعدين يتعاقد معه طيب ليش أنا ما يكون ما يتفجر عندي أنا ليش العيون اللي خلته واقترصت هذا اللاعب وتفجر في مكان ما ومن ثم ليش ما يتفجر معي انا طيب ابداعه كماتشو لما جاء ب 120 الف دولار فقط كم 120 الف دولار وخرج من الشباب تعاقد مع الشباب بعد 3 سنوات ب 4 مليون دولار شوف كيف اتحدث انه احنا وتفاريس نفس العمليه في لاعبين ممكن احنا نكتشفهم ممكن نستثمر فيهم بشرط ان تكون هناك وهذا على فكره يمكن تكلمنا فيها قبل فتره أنه أحد أهم أضلاع الاحترافية اللي المفروض تكون موجودة في الأندية هي سكاوتينج ديبارتمنت اللي هي
قسم خاص في قضية الاستكشاف والتعاقد. هذا موجود في كل الأندية، ما في تعاقد عبر وسطاء إطلاقا، ما في عندهم إطلاقا. هو نفسه إذا هو مثلا البايرون ولا بروسيا عندهم صفقات خاسرة يعني. لا ما أنا أتكلم لك الناس الأندية اللي تكتشف لعيبة، الأندية اللي تكتشف لعيبة، ما أتكلم لك عن لاعب جاهز وانت عارفه، ما خلاص ما مكتشف، هذا قدامك. لا، الأندية اللي تجيب لك من أفريقيا، تجيب لك من برازيل، تجيب لك من أرجنتين، تجيب لك من كولومبيا، تجيب لك، شوف أنت لاعبين غير عاديين في أوروبا، صح ولا لا؟ هم نفسهم في قسم خاص فيه هيد ديبارتمنت يعني موجود في هذا القسم، وفي أعضاء وفي متطوعين، وفي للفرق الأول وفي للفرق الفئات السنية. الفريق الأول عندما يريد التعاقد مع لاعب برازيلي يذهبون ويراقبون مبارياته، يعني مباريات عديدة، ويأخذون مباريات كاملة، ويعرفون بالضبط إنه هذا اللاعب ممكن يكتشف ولا ممكن يكتشف. وفي دوريات تساعد، وممكن في دوريات، وفي دوريات دوري، وفي مثلاً عندهم هو دوري خاصة نظام الدوري بي، في هذا برضو عامل مساعد جدا. أنا ما أتكلم عن هذا الشيء، أنا أتكلم إنه في لاعبين ممكن يجيبونهم يعطون يبرزون، ليه؟ لأنه درس اللاعب هذا، مو سيدي أقدر أشوفه مجمع فيه لقطات قديم. على فكرة هو سمي لك أسماء معينة، ها يعني يمكن ما نقول أنا صالح حمادي مو لعبت انتوانا فيه في الجامعة ولا في مصر، لو سوينا شريط لصالح الحمادي كان ممكن نقول لاعب منتخب بصراحة. صحيح، صح والطارق التويج نفس العملية بصراحة. فلذلك هو قضية الاعتماد على حقينا صالح الطريق ولا ما عندي مال، لو انك نجم دولي انا كل ايجنت. عودة على بدا ما غشنا. طيب بس عودة على بدا فما عقب. لا بس هم، انا اقول انه احنا لا يهمنا جنسية معينة، صحيح، ولا يهمنا مثلا والله كم قيمته، لا كبير، ولا يهمنا كم كيف، يهمنا انه الاكتشاف فعلا اللاعب. ترى هو مو من ضمن الثلاثة. رادوي اول ما جاء، ترى فكرة رادوي ما كان متوقع انه بيقدم هذا المستوى، وكان في معارضه، نسبه معارضه كبيره، ومع ذلك رادوي اصبح نجم النجوم. طيب بس ترى السومه مو من ضمن الثلاثه اللاعبين الاجانب عندنا في المملكه اللي اسعارهم خياليه الان. اي مو من ضمنهم، مو من ضمنهم يعني. أنا في أنا في هو ادواردو لاعب الهلال رقم واحد، يعني قصدك حتى ما تجد عقده. اي 27 مليون ادواردو. في لا مو مونتاري. لا ادواردو لا مو صحيح. 16 مليون. لا ادواردو. فتفا 12 مليون. فهذه الثلاثة لاعبين يمكن بالريال قصد. انا على فكره بالريال مو 27. موضوع أقل الاسماء الرنانة هذه ما اقدر اتكلم فيها، لكن لا مو ما تقدر. ما اقدر لاني انا مطلع على المعلومة مباشرة، فما اقدر يعني لو ما اخذ المعلومة عبر مصدر اخر اقول لك اوكي. اقل من، لكن دائما في شيء لازم تقول وجه اقل من 20، لكن طالما اني اخذت المعلومة بشكل مباشر ما اقدر اقول. اقل من 17 مليون نقول؟ ما عاد ما ادري اقل من 20. اذا طارق اذا مؤتمن على المعلومه لا انا اقول لك ما ادري. خلاص انت الموضوع. بس انا عندي موضوع المعلومه اللي عندي انه 27. انا وجهه نظري من موضوع ايش؟ الاسماء المعروفه او الرنان المشهوره او اللي هي انت تقدمها هنا عندنا في الكره السعوديه، انا اعتبرها من الخطا الكبير جدا، لانه جايك هنا مش علشان يقدم مستوى فني بقدر ما هو جاي يبغى فلوس المقابل المادي، فبالتالي ما راح يعطيك المستوى المأمول. الأسماء الأوروبية بشكل عام ما حيجيك، ما راح يجيك وهو يعني لسه عنده عطاء ويترك أوروبا. قد يكون هاي يقول يعني ما عنده إخلاص للمهنة، ما يجيك لما أعطته 50% زيادة. أنا أكد على بوينس من ناحية الاستكشاف، هذه من أهم يعني. شوف شمال أفريقيا دائما يستكشفون من أفريقيا بشكل يعني كبير جدا وبأبخس الأثمان، يعني يجيك لاعب على 50 يفولو جهاد حسين، شوف شو سووا في التعاون، شيء عجيب، شيء عجيب. هذا اللي بتكلم عنه انا بتحدث يعني ما بس يكون دينيلسون تركيزنا كله على عمر السوق. دينيلسون يوم جاء النصر ما ركزت عليه. اللاعب البرازيلي اللي جاء الاتحاد ذكروني باسمه، نسيت اسمه. بيبيتو لاعب عالمي لم يقدموا شيء. في اسماء بصراحه اكبر منهم يلعبون في منطقه الخليج او في الدوري السعودي تحديدا، نفس جو على نهايه يعني في 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 كاسماء لا تدريبيه ولا بالنسبه للاسماء العناصريه كلاعبين، انهم اكبر منهم يجوا يلعبوا في الدوري السعودي، وليس من المصلحه استقطابهم صراحه. لانه لاحظنا يعني بدون ما نعدد اسماء تلفتوا بس الانديه وشوف تعاقداتهم، جو لاعبين بمستوى ممتاز يكون هداف مثلا دوري بلاده في 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 اوروبا، طبعا واحده من الدوريات الضعيفه ما هي بالدوريات المشهوره،
ومن ثم ياتي هنا ويبدا بدايه ممتازه ويصير دروب رهيب. طب ليش نقول الكلام هذا؟ احنا نقول لان الاعلاميين للاسف يخطون نفس الخطا. الاعلاميين دائما يقولون مواصفات الفريق اللي بيحقق يجب يتعاقد مع اسم كبير واسم رنان، وهذه مشكله ما يشرح يكمل شرح انه وش الاسم الكبير هذا وش مواصفاته. برضه صعب برضه من الاشياء النادي يقول حط فلوس، حط فلوس وقيمه كبيره الكويتيين وجيب ناس صح. شوف شوف هي ترجع لمساله اداره المال، اداره جيده. الكويتيون جيدون جدا في هذه الناحيه، في ناحيه انهم يستقطبون لاعبين. التوانسه متميزين الى ابعد حد، ويجي بعدهم المصريين والمغاربه، لكن بصفه عامه. ابو عبد الله من جاب الدوري للفتح؟ التون وش اسمه دوريس. ما في دوريس دوريس والتون دوريس سالمون دوريس سالمون والتون والمدافع ترى في التون ومدافع ثلاثه يعني. طبعا شوف بالنسبه لاي فريق والهامسون اي فريق ممتاز هو احنا ما نقول بالعاده، بالعكس في امثله ممتازه رنانه، بس لكن هي مش مثال. ليش مش مثال هامسون؟ انت ما انت مقتنع في ويل هامسون؟ لا 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 ليش؟ لا هو يبغى هو يقول انه يكسر قاعده انه يقول صالح بس يحط لك موزه كذا، كل ما تنطلق انت وتبي مستمر الكلام رمى لك موزه وخلاك تتدرب وبعدين كمل. لانه في النهايه قطع افكارك صح؟ لازم يرجع. لا عندك حديث. لا انتوا قاعدين تسولفوا. لا لا بس انا قلتكم ويلهام هي اسم الجلسه. شكرا على ويلهام. لا لا بصفه عامه شوف اي فريق مثلا عندما تفضل الاخ طارق يقول انه الفتح كان لديه العمود الفقري المطلوب في اي فريق. تتكلم انت بصراحه على سنتر قلب دفاع متميز جدا، يكون اجنبي ومحور ارتكاز صانع لعب وهداف، هذه كانت موجوده بالفتح. صحيح. ربما ما كان فيه المحور اللي الاجنبي المحور هذا كان موجود. إيه؟ السوري ايش اسمه او الاردني ابو عشاش بس ما كان يعني احترام وتقدير له بس يعني بس برضو لكن اللي كان فعلا التون برضه كان جيد. لكن ناتي مثلا على نادي التعاون السنه هذه عندما تاخذ ماتشادو وتاخذ المحور اللي الان يقال الاهلي يفاوض على سينتقل لهم محور اعتقد جهاد. برازيلي مح... لا محور التعاون أيه. وتتكلم على جهاد الحسين كصانع لعب، تتكلم على باولو فولو كمهاجم. هذا العمود الفقري. متى كان لديك اربع اجانب متميزين جدا؟ وهذا توفيق يعني يحتاج الكثير من البحث. ولاحظ للي بالفتح كانوا غاليين ولا اللي في التعاون كانوا غاليين، كانوا من اقل اللاعبين. بل في روايه الان انه علشان ما يقول الطريق هات الرقم، يقال انه ما كلفه مليون دولار في الموسم كامل بالنسبه للاجانب التعاون كاملين في الموسم كامل ما كلفوا 4 5 مليون ريال جميعهم مجتمعين. لاحظ نتكلم على جهاد الحسين وتكلم على فولو وماتشادو ونسيت اسمه بس ابو عبد الله سمحت لي. احنا عشان نقول الاخوي صالح والاخير الاخوان المشاهدين، احنا ما نقول انه اللاعب الغالي سيء، لا مش الطريقه هذه. احنا نقول ليس بالضروره انه اللاعب الغالي الرقمه كبير والحق انه يكون هو الكويس. هذه مهمه جدا يعني، هذا لا تؤدي لهذا وهذا لا تؤدي لهذا. قس على جانب نجران، قس عليهم نجم اللي اعتبره افضل مدافع في الموسم الماضي امينو بوبا، اعتقد مسمينه ابو 2000 مدري 3000 دولار. لاعبو الاتفاق كانوا نجوم بالاتفاق، عندما انتقلوا لانديه قويه بان انه الفروقات. لا نجح شو اسمه قيس. هذا اللاعب البرازيلي مع الشباب نجح كبير جدا. شو اسمه؟ لا اتكلم مهاجم. قصدك القضيه الارجنتيني. نجح ماله وغرطوا فيه. انه في النهايه ما يحدد قيمة مانجا جاء من سدوس وراح للشباب ونجح. طيب عشان نروح محورنا الثاني، بس ما يحدد قيمة اللاعب في النهاية ما يحدد قيمته موهبته. جميل. ما يجعله ينجح من مكان إلى مكان مدى استيعابه لثقافة المجتمعات، لأنه في يحدث تغيير مدى استيعابه، مدى شرحك له، مدى معرفتك بهذا اللاعب، هل سيتواكب مع ثقافتي أنا ويقدم أم هيحدث له جانب نفسي وبالتالي ما هيقدم لك مستوى. القضية مو أنه بالسعر، السعر يحدد دائما الموهبة، موهبة اللاعب، لكن النجاح يحدده. لا والله يهدد السمسار معظمهم بصراحة. لا أنا أتكلم عن القاعدة بالذات بالنسبة لنا في السعودية. لا أنا أتكلم عن القاعدة قايم سوقها. يعني في نجوم كثير كانوا بارزين ولم يستطيعوا أن ينجحوا، وفي نجوم كانوا هنا ما نجحوا برا.
مثل لاعب المغربي المهاجم المغربي في صلاح الدين بسيط. لا لا شو اسمه العربي العربي اي ما نجح. ففي النهايه ما هذه انا اقول لك مشكله الانديه انها يديرها هواد. طيب. لهذا ما يحدث ما ينتبهوا لهذا الامر. احيانا يكون اللاعب موهوب لكنه انتقاله لثقافه اخرى هذه الغربه وعدم تقبله لهذه الثقافه تلقائيا يؤدي في هبوط مستواه. جميل. القضيه هذه طيب ابو ابراهيم باقي لي نص ساعه ودنا نروح محورنا الثاني عشان نعطي كل محور حقه. انا عندي حقيقه محور مهم جدا الموسم اي ابرز احداث الموسم وش اللي برايك انت من البارز في هذا الموسم ابرز حاجه واللي حقيقه ودي اللي ودك تتكلم عنه واللي ودي اسلط عليها الضوء لانها مشكله ما هي فيهم فقط هي مشكله ما حدث من صراع بين لجنه المنشطات ولجنه الرقابه على المنشطات قصدي الرقابه ترى الناس تقول لجنه المنشطات وهي خطا من كم سنة لا لجنه لجنه الرقابه على المنشطات لجنه المنشطات ترى هي مستقله ما لها في الاتحاد السعودي ابدا تابع الوادة تابع الوادة على طول مفصوله عن كل الاتحادات فلجنه المنشطات والاستئناف والخطابات اللي بينهم يعني هذه ممكن نسميها البيانات البيانات اللي بينهم خطورتها فين تقول انت دائما البيانات بين الاعداء الخطوره فين انه تكتشف انه في صراع داخلي بينهم يعني عندما اصدروا الاستئناف الغاء قرار لجنه الرقابه بعدين جاءوا قالوا الاستئناف ليه اضفتوا الفقره هذه احنا ما حطيناها طيب هذه فقره قانونيه انت ليه ما اضفتها ليه ما اعطيت فرصه للاخر انه يرفع توضح له انه قانونيا تقدر اذا تجد انه الاثنين في صراع داخلي وهذه مشكلتنا حقيقه مو في لجنه المنشطات فقط هذه تنتقل في اللجان وفي الاتحادات انه عندما ياتي الشخص من الخارج حيكون انتمائه للكيان اللي جاي منه وهنا اشكاليه اخلاقيه في المهنه لهذا تجد انه لما يجي المدير الامين العام لاي اتحاد او رئيس لجنه انتمائه فجاه تلاقي بدا يشتغل لصالح للكيان اللي جاي منه وهذه واحده انا من اللي اقولها دائما من خطوره ما ادري احس ان عدم وعي اداريا يعني تعتبر لا اداريه هذا الموسم لا انا احس انه عدم وعي لأنه هي فيها خلل أخلاقي لكنه مو متعمد عدم وعي أنا أقوله وهي أنه أنا أنتمي لكيان وخلاص حسم أمري فهمت علي؟ حسمت انتمائي وهذا مو صحيح من المفترض أنه وين الفرق بين مشاكلنا إحنا وبرا برا كلهم اللي يمسكوا الاتحادات كلهم رياضيين وين الاختلافات فيها أنه احنا لما يكون انتمائنا للكيان الاول خلاص انتهى وبالتالي حعمل للكيان الاول الاخر انتمائه لمبادئه وبالتالي اي كيان انتقل فيه ساعمل بمبادئي بينما الاشكاليه اللي لدينا انا اقول انا لا اتهمهم سهل ابو ابراهيم كانك مصعب الامور عقدتها ما يمكن طارق لا سهله لا لا قصدي حتى المشاهدين اللي انا اقصده ايش اللي انا اقصده ايش تجد لما ياتي خلينا نقول الى اتحاد الكره رئيس لجنه الانضباط ولنفرض انه جاي من نادي اي عشان ما نجيب اسماء عندي نادي اي عندما ياتي للعمل هذا لا يصبح انتماء للعمل يعني لا يتخلى عن الكيان القديم مرتبط هو ليش لانه هو منتمي للكيان ومو منتمي للمبادئ انا منتمي لمبادئي وين ما اروح في اي كيان زي اللاعب لما ينتقل بالضبط لن اغير مبادئي بس كانك تتهم الكثير لا وعي انا ما اقول اخلاقي يعني في ناس منتمين الى انديه ومسكوا مراكز في الاتحاد وفصلوا هذا الموضوع ما يعني. انا اقول لك الصراع بين هذولا انت واضح كل واحد قاعد يلعب على الثاني واحد يقول له انت ليه اضفت هذه ثاني يقول له انت ليه ما اضفتها قانونيه هذه
وبالتالي تحس انه كل واحد قاعد يشتغل لجهة. طيب ليه ما تسميها عدم تحديد ادوار؟ لا لا هذا قانون هذا. إيه انت لغيته ما تبغى تعلم الثاني انه هذا من حقك. وليش ما انت قلت يمكن قد يكون قصور في فهم فانا اللي انا اقوله انا اقول انا اتمنى ان ينتبه الجميع انه انتماء الانسان لنفسه وللقيم والمبادئ الداخليه عنده وليس للكيانات. اذا انت انتميت للكيان اينما ذهبت حتكون مضر. يعني اذا كان اي نادي ينتمي لاي نادي وانتمائه لناديه راح يشتغل حتى في الاعلام حتى على مستوى الاعلام. لكن احنا نتكلم على صعيد لا 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 انا اقول لك او اللجان. لا لا المشكله لجان موظفين من وين او اعضاء من وين راح يجيبونهم من الانديه. المشكله علي اللي انا اقول لك اياها انه الخلل لدينا انه حتى الاعلامي ما يصير ولاؤه للمهنه اللي يشتغل فيها للجريده يصير ولا أو للكيان اللي جاي منه وبالتالي أخبار النادي المضرة للنادي أخفيها. هذه مصيبة. بينما إذا لا لا هذه إشكالية صحيح. الولاء هذا أنا أعتبرها ما هو طيب. ما هو متعمد. هذا عدم وعي بالناس أنه عليك أن تنتمي إذا أردت أن تنجح في أي مكان عليك أن تنتمي لمبادئك جميل. وليس لكيانات جاي منها. طيب أبو خالد وش لفت انتباهك هذا الموسم من أحداث بارزة أو على الأقل أنت ترى أنه حدث بارز؟ والله يمكن ما في أبرز من أنه ابتعاد النصر لهذا الموسم وسقوطه بالطريقة هذه بالأسلوب هذا بالوضع هذا والعمل اللي قدم خلال الموسم هذا كان من أبرز الأشياء اللي كانت علامة فارقة في الموسم. يعني النصر موسمين كان نعتبره هذا موسم نسيان. طبيعي موسم نسيان اذا انت تطلع انت بس البوادر تطلع. الان واضح انه في موسم قادم شلتوا مدرب رئيس ما في يعني كانوا يشتكون الموسم الماضي عندما تنسى تكرر عدم استقرار وعدم الاستعداد للموسم بشكل جيد. الان قاعدين يكررون نفس المشاكل اللي لسه وقت بدري للحين وفي اجتماع اعتقد بعد بكره هيئه اعضاء الشرف راح يقررون فيها كل الامور اللي انت قاعد تتكلم عنها. انت تتكلم على عمل الان انت اللي ما سبق اللي هو خلال الموسم اعتقد انه كان يعني فيه كثير من الهفوات فيه كثير من العشوائيه الى حد ما اسبابها عدم التوفيق في اختيار جهاز فني تغييرات الجهاز الفني عدم التوفيق في اختيار لاعبين اجانب اجتهاد غير بسيط. يعني اجتهد رئيس النادي في امور لم يصب فيها واعتقد ان هذه طبيعي بحكم انه قد يكون عدد الراي او نقدر نقول عشوائيه او قد يكون في استعجال او قد يكون في رؤيه معينه هي اخطاء اول واخيره هي اخطاء. هي دام في عشوائيه معناها في اخطاء اذا لم يوفق معناها في اخطاء. الموسم القادم انت تتوقع انه النصر سيتغلب على هذه الاشكاليات هذا مع نهايه هذا الموسم والله شوف ويعود النصر يملك او تكون عائق للفريق. النصر يملك رجالات ويملك يعني اعضاء شرف قادرين على انهم يحتوون كل ما هو حادث الان واعتقد انه خلال الايام الجايه راح يكون في هناك تحول كبير سواء كان في اختيار الرئيس او كان في رصد الميزانيه او كان في تسديد الديون او الى اخره. كل هذه الامور اعتقد انها ما زال يعني الامر في يعني متاح وباليد ولم تفت الفرصه يعني في انه هو يكون في الموسم القادم موسم قد يكون يعني ما هو بالمستوى الطموح. اعتقد انه فيه الأعضاء الشرف الآن جالسين يشتغلون وقاعدين يؤدون أدوارهم بشكل جيد جدا وخلال الأيام راح تتضح الرؤية بشكل كبير جدا. لا شوف في النقطة هذه بقول لك على حاجة. في كثير ناس يلومون فيصل بن تركي على موضوع سقوط النصر ويحاولون أن هم يسببون يعني تقريبا النقطة الأساسية أن يكون هو فيصل بن تركي. أنا ما أدافع عن فيصل بن تركي ولكن أقول أنه فيصل بن تركي عمل ونجح في 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 جزء وفشل في جزء. الان يحاولون انهم يجردونه من كل ما عمل وهذه يعتبر جحود في حق الرجل قدم واعطى وبذل وصرف
وقدم كل ما عنده جهد ومال، حتى هو مريض كان يتعالج في أمريكا ويرجع هنا ويكمل ويتابع ويسوي، وحتى في أمريكا يكلم ويسوي. أعتقد أن الرجل يعني قدم الشيء الكثير، لابد أنه يشكر عليه، لابد أنه يثنى عليه. وأعتقد أنه هو كان طيب سلسلة، هو كان حلقة في سلسلة، قدم الشيء الكثير، وإن شاء الله اللي يجي بعده بيكون إن شاء الله هو امتداد لعمل إن شاء الله بحول الله ناجح ومتميز لفريق النصر. جميل. مهندس طارق، ما لفت انتباهك هذا الموسم؟ ترى أنه حدث مهم. أول شيء طبعا الاعتراف ب وعدم المكابرة من قبل كل الأندية بالمشاكل المادية اللي عندها. أول كان هناك يعني حقيقة كان هناك تخفي، وكان هناك لا احنا عندنا اعضاء شرف واحنا ما عندنا مشاكل ماديه. الان لا، اصبحت الامور مكشوفه قدام الناس وقدام الجمهور. وهذا اللي خل اقول لك، الامر هذا ترى كان في معاناه من فتره طويله، ولكن تعرف الازمه تكبر 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 كرة ثلج بدون اي حلول، وبالتالي اصبحت الان خلاص الموضوع طلع برا البيت. عرف كيف؟ تعدى برا البيت، وهذه لها اسبابها الكثيره جدا. وانا يمكن خلينا أقول في حدود معينة إذا أنت وصلتها من مديونية، مع طبعا تطلعاتك لما ستعمل فيه الموسم هذا القادم مثلا، إذا كان تقول والله أنا حضرب بالفلوس وهجيب وكذا وبسوي وبركب ديون عديون، أو تقول لا أنا والله سأربط بين الأمرين بما هو علي من مديونيات أيضا بتصرفاتي القادمة، ها، وبالتالي في ربط ذكي وفي ربط متعقل بصرف النظر عن قضية مطالبات الجمهور أو أيا كان. هذا أمر مهم حقيقة. الآن إحنا صرنا في مرحلة خل أقول لك إياها ممكن تصل إلى إفلاسات من قبل الأندية إذا لم تحل. يعني أنا مع احترامي وتقديري مثلا خل أقول مثلا أخوي عبد الرحمن تكلم عن قضية أنه في رجال شرف، أعضاء شرف، يعني هذه يمكن تكون يعني بالعكس تسوي ثقل أكثر مما هو مواجهة للحقيقة. لأنه أعضاء شرف الاتحادين كانوا يقولون والله عندنا أعضاء شرف قبل 3 سنوات 4 سنوات ما راح توصل المرور، والأمور تكبر أكثر من كذا، وصلت هيئة الرياضة إلى أمر لا يحتمل إطلاقا. لا، إذا حدث إفلاس الأندية هيئة الرياضة هي اللي حتشيل كل بالضبط. أنا كل التركة حتشيلها كلها. أنا أقول وش اللي أنا مفترض أن يكون في وقفة حقيقية لقضية المعالجات. أول شيء من قضية التشريعات من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، التشريعات من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم. الأمر الثاني أمر جاد من قبل أعضاء الشرف، التعقل المطلوب من إدارة الأندية. كيف التشريعات؟ أنا بس بقترح من برنامجكم هذا مثلا، طبعا في كان في أمور كثيرة سنتها لجنة احتراف كرة القدم والهيئة العامة لرعاية الشباب من لخنق الأندية في تصرف أموالها. لكن من ضمن يعني من ضمن الأشياء المفترض تفعل على طول مباشرة يصير لها مفعولين مهمين جدا في وقت واحد. وزي ما قال أخوي صالح قبل شوي يوم تكلم قال أنه أحد أهم المشاكل أنه اللاعبين الأجانب يستلمون رواتبهم أول بأول، واللاعب السعودي يقعد 9 شهور 8 شهور ما أحد التفت له. طيب هذه لو جينا إحنا طال عمرك كنا إحنا نعرف أنه في مرتبات كبيرة جدا اللي بيطبق هذا القانون. لا، هذا القانون بضغطة زر نقول بكرة تطبقونه كل الأندية ما تقدر. ليش؟ عندها تعرف بلاوي زرقاء. لكن أنا ألزم وش أقول عشان أخلي النادي يفكر بشكل صحيح. أقول شوف يا عمي، إذا أنت بتجدد عقد لاعب أو بتجيب عقد لاعب، أنا ألزمك اليوم القرار ينطبق على العقود اللي تتوقع لاحقا بعد القرار. إيه بعد القرار، بعد القانون. إذا وقعت اليوم عقد لاعب تعطيني فيه مرتبات شهرية، هذا اللاعب إذا لم يستلم خلال 3 شهور له حق، أعطيه الحق أن يفسخ عقده. اللاعب المحلي زي اعطيه اساويب اللاعب الاجنبي. صحيح. وبالتالي يعني انا تصدر قانون وانه شيء العقود اللي بعدها عشان اقول له انت عال طيب اللي قدام مره حاسبك على اخطاء انا اخطات معك فيها. انا كاتحاد سعودي اخطات في القرار، شاركت في القرار هذا. لكن انا اليوم مصاعدا عشان تفكر ليه اقول الكلام هذا، لانه صدقا وانا اقولها ترى اكثر خلي اقول لك رؤساء الانديه اداره الانديه اللاعب هذا يستحق مليونين. يجي اللاعب تكلم مع الرئيس تكلم هذا انا كذا كذا والله ابغى 5 تكفى 4 مدري كيف. طيب يلا خلاص 4 سجل له 4 والله العظيم بدون تقييم بدون تقييم ومليونين مثلا عن كل موسم. وهذا اللي يصير، ما في لاعب سعودي يسوى مليونين. هذا اللي يصير، هذا اللي يصير مثلا، ما في لاعب سعودي يسوى مليونين. انا اقول مثلا موهبته اي في فرق بين هذه. عشان كذا انا اقول لك انه هذا الاداري
اذا جاء بكره بيوقع مع لاعب 6 مليون بعطيكم الحين اذا جاء يوقع مع لاعب عبد الله اذا جاء يوقع مع لاعب الاداري هذا بكره يصير فعلا ينتبه انه ممكن عنده فضيحه بعد 3 شهور 4 شهور اذا ما سدد اللاعب هذا. الاتحاد انا اسال حقيقه لما وقع مع 11 لاعب بدايه الموسم هذا مع 11 لاعب تخيل صفقه جاءوا نفس الفلاشات القديمه كانوا يبغونها يلا وقعنا اثنين ومراكز على مراكز ودنيا ومدري شلون وخبصه كيف يعني انت طيب كيف فكر؟ فهذه يمكن ابرز الاشياء الحقيقه اللي كانت الماديه. طيب ابو عبد الله يعني بالنسبه للموسم الماضي بصراحه من ابرز الاحداث اللي بالنسبه للامور السلبيه نبدا بالسلبيه اولا اتفق مع ما ذهب اليه المهندس طارق فيما يتعلق بديون الانديه وان كانت ديون كوارثيه بصراحه وتاثيرها سلبي جدا لا على مستوى المخرجات اللي بكره تخدم المنتخب مثلا وفي تفاؤل له الى اخره على اساس والله مع المدرب مارفيك ذا انهم ممكن يعملوا نتائج ممتازه ونقول ان شاء الله رغم انه من الناس اللي عندي قناعه انه مثل الادوات الرئيسيه قبل المدرب قبل الاداره صحيح. اللاعبين صح ان الاداره هي كل شيء هي من يدير وهي من يختار المدرب والى اخره ولكن في النهايه المعطيات والمخرجات هي عندك على ما قالوا خير تسابق ولا لا ما عندك خير ما في اسطوره يلا استانس يا الطريق اللي تصلح لك خلي اكمل الموضوع خلي يخلص بعدين شوف بالنسبه للسلبيات كثره استبعاد المدربين ايضا النواحي السلبيه والديون يجب ان تحل وتحل حتى لو اوقف التعاقد مع اللاعبين مثلا من اكثر الناس اللي صفقوا لقرار الرئيس العام لرعايه الشباب سابقا بإيقاف تعاقدات الأندية اللي عليها ديون كذا أنها ما تتعاقد يعني تجميد لها كعقوبة يعني حلوا أموركم على أساس نسمح لكم بالشيء هذا كان ممتاز بس مع الأسف إلى الآن ما نفذ. بالنسبة للسلبيات وطبعا حتى لو ما طبعا احنا نقول احنا قلنا أبرز أحداث الموسم ما قلنا سلبيات أنا ذكرت السلبيات أفضل السيئين أفضل السيئين علشان نغيظ الطريق فيها بعد شوي إنه ما في إيجابيات الموسم الأندية لا احنا تكلمنا عن السلبيات وبعدين نأتي بالإيجابيات من أبرز الإيجابيات وأكبرها بصراحة اللي هو تكرم خادم الحرمين الشريفين اللي غير مستغرب على أبناء الرياضيين والشباب تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى هيئة ونقول كان الله في عون رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبد الله بن مساعد الآن لأن المسؤولية أصبحت أكبر والملقى على عاتقهم أخطر وأتمنى أنه مسألة الخصخصة أنه نتريث فيها ما ندفع العجلة وهي لا زالت من خلال الاحتراف تظهر سلبيات واجد في 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 عمل الأندية وبالتالي نقفز لخطوة أرفع وحنا لا زال الاساس انه مهترئ ما هو اساس ثابت وقوي. من الاشياء اللي عجبتني طبعا عوده الاهلي وهذه نغيظ فيها برضو الطريق انه عوده الاهلي كانت مفرحه بالنسبه لي مو هو علشان النادي الاهلي الاخضر والابيض لنفس شعار اسطبلي مثلا مو هو علشان النادي الاهلي اقصد لو كان النصر غايب مثل ما فرحنا لعوده النصر قبل موسمين مثل كنا سنفرح لو الهلال عاد للاسيا من خلال سيدني اقصد انه عوده الانديه الابطال الاهلي من الاركان الاساسيه انه مفرح لكل محب لرياضه الوطن انه يشوف احد الاركان الاساسيه عاد لموقع طبيعي وخاصه بعد عناد اكثر من 30 سنه صحيح. كانت من الاشياء اللي اعتقد انا انها ايجابيه للكره السعوديه. ايضا عوده سامي الجابر للتدريب والتدريب في يعني بالقرب من احد الجيران النصر طبعا النصر مستحيل يمكن لكن انه عوده للشباب فاعتقادي الشخصي ليس كسامي الجابر زمن احترامه ليس لا لا هو مدرب هو الوحيد المحترف اي انا ما عنده مشكله نصر لا لا في محترفين في محترفين صالح متفرغ اي لا بس اتكلم بصفه سامي عنده شغلات واجد ما شاء الله الله يزيده لكن اتكلم بالنسبه لسامي كسامي الجابر ما هو سامي الجابر الهلالي اللاعب الهلالي او لا اقصد كسامي الجابر الشخصيه الاعتباريه اللي شخصيا كنت وما زلت ارى انه فيه هو من اللي بامكانه يحمل لواء التدريب في السعوديه الى افاق كبيره يعني ممكن يقود المنتخب ويوصل لكاس العالم يعمل نتائج زينه ليش؟ لانه
انا عرفت سامي عام 1989 اول ما بدا، وعملت معه مقابله للقناه مع فيصل شو اسمه فيصل الفرشاء، مجموعه لاعبين وبنيان وما بنيان صفوق التميات لما بدا وخالد التيماوي والاخري، سويت معهم مقابله اسوي معهم بالكلام مالهم 19 سنه، اعمل معهم حوارات بالعربي وترجم بالمسجل طبعا، الا هو قال اعمل معي بالانجليزي، طبعا انجليزيته مكسره. قلت له لا سامي هذا ما يصلح للتلفزيون كحوار. قال ان شاء الله بعد 6 شهور تعمل معي. قلت ليش بتروح تدرس برا انت عندك النادي؟ قال لا لا اعطني فرصه بس. بعد 6 شهور بالفعل عملت معه حوار استطاع. كيف؟ قال والله من افلام كرتون وتابع. طيب هذا مو مدرب يصير، اقصد انه عنده انجليزي، عنده ملكه، اي عنده ملكه او موهبه انه طبعا تعلم ما ادري من انفاو وما ادري منهم اللي يتكلم فرنسي، تعلم البرازيلي، يعني عنده ملكة الموهبة انه يطور قدراته نفسه. وبالتالي لاحظ خلال فترة وجيزة انه قلنا عن مدرب متدرب يعني يوم جو بدأ بالهلال. انت تشوف انه حينجح مع نادي الشباب؟ اتمنى ان ينجح، كلنا نتمنى ان ينجح له لاي مدرب وطني. ايوه ما هو سامي الجابر وليس الشباب. اتمنى اي مدرب سعودي، يوسف خميس، علي كميخ، صالح المطلق، حسين الحبشي، يوسف عنبر، سمهم ما شئت من المدربين. نروح بعيد، الدوسري، حماد، يعني خالد القرون اللي هو اكثر، خالد القروني، كلهم لا اكثر، وهو افضل مدرب سعودي. هم مخضرمين، هذا من جيلكم صالح، من لا مو من جيل، من نفس جيل جديد، يعني اعتبر انا اتكلم المدربين الصاعدين الواعدين انه آن الاوان. يا اخي الخبير البلجيكي اللي القى المحاضره قبل فتره ورشه عمل يعني تحدث انه، وانا طبعا لت حبيت راسي قلت شكرا جزيلا. دائما وابدا نقول اللي ما عندهم قاعده عريضه من المدربين المواطنين وقاعده عريضه من الحكام المتميزين لا يمكن تنهض كره القدم، اي لعبه لديهم حتى كره يد، طائره، سله، لابد ان يكون النواه الاصل من المواطنين. وهذا راي الخبراء الاجانب لما جو قالوا كيف تبي تنهضون عندكم بكره وانتم ما عندكم مدربين مواطنين؟ يعني حلقه كامله مكونه من مكونات النجاح غير موجوده. هذه هي الكفاءه، وش معنى ما يوجد مدرب سعودي كفء؟ يعني حوار مفتوح للجميع، ما يوجد كفاءه يعني سعوديه. لا لا ما لا، مع احترام اللي قال البلجيكي قال كلام إيه؟ من يطور الرياضة عندما يكون غالبية المدربين كفاءات عالية بغض النظر ما هي جنسية. لا بس قال الركيزة الأساسية منهم يكونوا من المواطنين. مع احترام لا صار بلجيكي، أنا مع احترامي له غلط. لا لا، لأنه قضية التدريب ما هي قضية مرتبطة بالجنسية، قضية مرتبطة بالقدرات. المقصد الله أكبر. يا صالح الطريقي لو سمحت، الدوري السعودي دوري الدرجة الأولى السعودي عبارة عن أكاديمية يتعلمون من كواس التدريب في السعودية حقيقة. أبغى أقول كلمة واحدة ليست عن الماضي عن المستقبل. عندي خمس أتمنى دقائق. أن ينتهي هذا الموسم دون أن يترك لنا اتحاد كرة القدم، خليني أسميها فظيعة، لأنه الآن بدأ الضغط على إيقاف أحمد الفريدي واختراع عقوبة خارج اللائحة. في لائحة عقوبات، من يأخذ كرت أحمر هذه عقوبته. أتمنى أن لا يحدث هذا الضغط ثم نجد لجنة الانضباط جابت لها عقوبة غير موجودة بلائحتها. لائحتك، اللائحة لديك هي تحدد عقوباتك. عندما يحدث ضغط، لأني أنا أشوف حقيقة حتى إعلاميين للأسف الشديد في هاشتاقات الآن، إيه حتى إعلاميين للأسف الشديد يطالب واحد أخذ كرت أحمر يوقف مباراة. احنا بس عشان ما يفهمون أبو إبراهيم أنك ما نأيد التصرف اللي سواه أحمد الفريدي. لا أنا ولا نبرر أبدا، لكن في عقوبة. لا أنا لا أبرر، أنا أقول طبق عليه نفس عقوبة لائحتك، لا تخترع عقوبة أخرى، هذا اللي أنا أقصده. ترى على فكرة أنا لا أبرر، لا أبرر كثير من الموهوبين حصلت لهم أحداث في نهائيات كأس العالم. أنا قصدي زيدان ونطحت زيدان. أنا قصدي لو في لائحتك عقوبة الكرت أحمر إيقاف سنة. أنا قصدي طبق عليه لائحة. ما يوجد في اللائحة. إي لا تخترع لائحة جديدة أو عقوبة جديدة بسبب الضغوطات اللي حادثة الآن. ما لها علاقة الضغوطات. ما لها علاقة. حتى باللائحة يا صالح الطريق، عندما نزلوا لاعبين النصر ولاعبين الهلال في الموسم الماضي ومن بصق ومن كذا، ترى كان في عقوبات خارج اللائحة. يعني مع احترام والتقدير أنا أريد أن أتحدث خارج اللائحة. لحظة بالمجالس، مجالسنا نحن كعرب وكمسلمين، زين
في آداب للمجالس ما هي مكتوبة ولا منصوص عليها. طيب. لما يجي واحد ويغلط صالح طريقي مجلسي مجلس محترم ويخطي عليك أحد أنا اللي عاقبه وأقرره، ما هو بلازم أحط لائحة إنه صالح طريقي نقطع على واحد. لا باصل للنقطة دقيقة. لا هذه مباراة سبق حدثت وستحدث مستقبلا عندما يكون رجل الدولة الأول متواجد ما هي بعقوبة مثل لو صار يلعب مع نادي هجر في ملعب الأحساء ولا في ملعب بريد وصار صراع بال... لا يجب أن تحترم يعني الناس تافهين يعني لا ما هم تافهين بس تحترم المناسبة العقوبة أولا لحظة العقوبة ما يمكن أن أجي أقيس شوف ما هو الفريدي نتكلم بصفة عامة العام ناصر الشمراني حتى لما أخطأ مع اللاعب الفلسطيني ولم يكن بحضور رجل البلد لا أقصد إنه يعني ما الملك له قيمته واعتباره بس نحن نتكلم عن الملعب داخل الملعب داخل الملعب حتى الملعب يجب أن يحترم فيه له قانون ما يخالف له قانون ولكن بعد يعني إذا عملنا أمس إحنا أوبريت وعملنا تكريم لأبناء الشهداء كل هذه ما تصير مثلا هذه إشكالية أنه دول ثانية إنه عليك أن تضع قانونين أنا ما أتكلم شوف في قانون واحد طبقه على الناس كلها لا تحط قانونين ما قلنا لا إحنا ما قلنا لا حط لي قانونين أتكلم هل المناسبة الآن إنك لا شغل المناسبة لها شغل مباراة لاعب أخذ كرت أحمر هذه عقوبته تبي الصراحة وجهة نظري الشخصية أنا لو رئيس الاتحاد اللي يخطف مناسبة مثل هذه ما هذه مناسبة تحترم لدى الجميع ما أنت عادل. أنا ما خلي يطلع حتى يستلم ميدالية أتكلم عن رأيي أنت شخص معادل أجل لا في العدل هنا العدل العقاب اللي خليهم كلهم يرعوون العدل الفريد أنا من الناس اللي يحبون ترى العدل بس عشان نتكلم العدل عندما تضع قانون لعقوبة ما وهي كرت أحمر عليك أن تطبقه على الجميع ما تخترع شيء لا نتكلم على الجميع صالح ما قلنا حنا يستثنى واحد يعني ما تجي تخترع واحد. تقول والله إذا مباراة مثلا هجر أعطيه إيقاف مباراة إذا مباراة مناسبة أعطيه مباراتين مش هذا اسمح أبو خالد رأي أخير لأنه خلاص دقيقتين باقي معنا أنا وجهة نظري يمكن أنا صح في دقيقة أوكي بصفة عامة لا تتكلم عن حالة واحدة بصراحة أنا أتكلم بصفة عامة أنا الصفات الاعتبارية في الدولة لها احترامها ولها تقديرها ولها كل لكن لما تدخل جانب الملعب أنا أعتقد أن الملعب لازم يطبق اللائحة بحذرها بغض النظر والله عن سالفة الفريدي أو غيره لا والله أنا أتكلم بأمانة أنت تربوياً تتكلم بس أتكلم طبق عليه لائحته أنا تربوياً قانونياً يتكلم المنصوص عليها في اللائحة قانونية. لها أكثر من يعني حسب تفصيل حسب ما هو يعني منوه لا في اللائحة أو حسب ما هو موضوع أجل حط إذا هذا حط اللائحة إذا أخذ لاعب فيها. إذا أخذ لاعب كرت أحمر وطلع المباراة يتم إيقافه مباراة طيب خلينا نشوف المهندس لأنه صار مشغول عنا في الجوال أعتقد تتفق معهم بعقوبة والله أنا أقول أنا أثق لأن إحنا قاعدين نشوف الحين كأنه يعني في تهيج للرأي العام للإعلاميين للجماهير من قبل هاشتاقات مواقع التواصل الاجتماعي إيقاع العقوبة وما أدري إيه اختراع يعني حقيقة مو إيقاع البعض يرى بأنه هذه تحدث في مناسبات عالمية مثل ما قلت نتفق معك أبو عبد الله إنه في مناسبات لابد أن اللاعب يقدر هذه المناسبة إذا ما كان اللاعب يدرك أهمية هذه المناسبة يا أخي في كوبا كوب أمريكا لأنه عض بس ما مشوا على لائحة الطريقي وش لأنه إيش؟ لأنه عض اللاعب اللي عض إذنه سواريز سواريز في كأس العالم لا حسب فكرة عقوبته لا هذا غير نيمار طيب لا كوبا أمريكا نيمار لا اللي عض اللي عض الثاني سواريز لا نيمار اللي ضرب اللاعب نفس الشيء بعيدا عن هذه باقي لي دقيقة هبوط نجران أنا بصراحة أتكلم كإعلامي طلعت إنه مؤثر فيني هبوط نجران أكثر من مسألة انطرد لاعب ولا يتوقف ولا ما يتوقف إنه يأتي فريق ويلعب كل المباريات خارج أرضه ويهبط هذه من الأشياء اللي أنا بصراحة كنا بس يعني ساءتني كثير بظروف الوضع الراهن نعم ما في شيء اخواننا في نجران ونادي نجران مهندس في انا اقول هذا حدث يعني مفترض احنا نتعامل معه بطبيعيه جدا انه هناك قانون وهناك رجل مختصه وبالتالي هذه اللائحه يجب ان ينظر لها ويطبق ما فيها على هذا السوق وانت الموضوع يعطيك العافيه مهندس طارق يعطيك العافيه العامل الكبير والقدير والمخضرم صالح الحمادي شكرا لي أيضا للإعلامي القدير وصديقنا في برنامج الجلسة هذا الموسم
والقدير والمخضرم. يعني اخر موسم بريقي. خلاص لا اخر حلقه فيها الموسم ان شاء الله نلتقيكم الموسم الجاي افضل السيئين. انت تعتبر افضل السيئين في الجلسه. ايضا كل الشكر للاعلامي الرياضي الزميل عبد الرحمن فلاح. شكرا مخالد. شكرا لكم جميعا. يعطيكم العافيه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتنا في برنامج الجلسه. هذه الحلقه الاخيره في هذا الموسم الرياضي. ان شاء الله نلتقيكم بمشيئه الله الموسم الرياضي القادم. ان الله احيانا واحياكم ان شاء الله. نجتمع على خير. كل الشكر أيضا لطاقم الإعداد الزملاء عبد العزيز الناجي وناصر المرشد عبد الرحمن ناصر. شكرا لمخرجنا نايف شليل لطاقم العمل. نترككم في حفظ الله ورعايته. كل عام وانتم بخير مقدما لمناسبة شهر رمضان. في أمان الله.